طبعا المولد فجأة قرر انه ما يشتغل، فلما شيكت على الاويل طلع ان الاويل ناقص، اذا ما حليت المشكلة ما راح اقدر اشغل المكيف، معناته وقت النهار راح احترق من الحر، في نفس الوقت ما راح يكون عندي طاقة كهربائية. سو اوريدي اشترينا زيت، مستوى الزيت المفروض يكون واصل هني، بس هو تحت حاليا. انا ما راح افرغ الزيت القديم لان الزيت القديم اصلا يعتبر جديد، فراح نزيد عليه الحين ان شاء الله يا رب. الحين الاويل فل، بنجرب نشغل الجنريتر لمدة 20 دقيقة نص ساعة، إذا سكر علي معناته إن في مشكلة ثانية، بس أتمنى إن المشكلة تكون من الأويل، لأن قريت عن الموضوع طلع إن الجنريتر فيه حساس، لما الأويل يكون قليل الجنريتر لحاله يسكر، فأول شيء بنشغله بدون أي حمولة. بسم الله يا رب. الحين الساعة 7، فعلينا الساعة 7:30. To hell is this؟ فراشة فراشة. آه هذه مش فراشة. هذا شو؟ طبعا صاحبنا ما يبغى يطلع. بحاول. قاعد يتحرك. والله تحرك. ايوه لا 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 تروح ورا، الله يخليك لا تروح ورا. شاطر هذا، هذا هذا طبعا واقف. طلعته طلعته والله طلعته. سكر الباب سكر سكر الباب. ما دخل علينا بالغلط. مو حشرة، كلب كلب قاعد ينادي كلب. لا تلوموني والله أكره الحشرات، ولو كان عنكبوت كان ما دخلت سيارة، كان تبريت من سيارة. كملنا نص ساعة. طبعا الجنريتر ما شاء الله صار أفضل من قبل، الحين أشغل مكيف، وأخيرا الليلة باردة الحمد لله. الحين بقعد وبلعب لين ما أنام. أمس أشياء كثيرة صارت، واحدة من الأشياء أنا الساعة 1 تقريبا جت سيارة وصفوا جنبي، يعني صد كانوا قراب مني، أنا كنت نايم يعني فجأة شي قمت من النوم وقلبي بدأ يدق بسرعة، كنت خايف، كنت عبالي إن يعني عصابة جاية تسرقني، ما أدري سويت سيناريو شي في راسي. على طول رحت شغلت الإضاءات الخارجية عشان هم ينتبهون إن أنا ترى صاحي ترى شايفكم. فنزلوا يمكن تقريبا 4 اشخاص، بس برا كان ظلام فما تعرف حريم رجال ما تعرف. رحت لبس البنطلون، قررت اني انزل، فلما نزلت طلع جماعه جايين يخيمون الساعه 1 جايين يخيمون يوم الخميس. فمن بعيد قلت له اخوي محتاج شيء؟ فطالعني قال لي لا مش محتاج شيء، انت محتاج شيء؟ قلت له لا شكرا. بعدين رجعت ابغى انام، فجاه ربعنا قرروا يشغلون اغاني الساعه 1. كيف الشغل اغاني الساعه 1؟ والله ما اعرف صراحة، يعني انا ما اعرف هم شو كانوا يفكرون، ما ادري. اوه في درقان ايش اسوي؟ الحين بروح حديقة الصفا. باخذ لي الحين ريوق. Thank you.
هذا الخبز اسمه باراتا وداخله جبن. ايضا شاي كرك. اذا تبغي تستمتع اكثر بالباراتا تاخذ الباراتا تغمسها داخل خلاها تشرب بالشاي. وصلنا السوبر ماركت نشتري الاغراض. اشترينا خبز، اشترينا موز، اخذنا بيض، شامبو. والله ما ادري، والله وايد مستمتع. واخيرا وصلنا. هذول قاعد يتناقشون عن سيارتي. صراحه الجو كان رهيب والله. الشمس صحنا حاره بس لما تكون راكب سيكل ما تحس بالحراره. فانا شوي يعني صننت. فالحين بروح حديقه الممزر عشان اتسبح. صدفة وأنا ماشي قبل شوي حصل صديقي على طرف الشارع كان واقف، فاتصلت له قلت له شوفي، قال لي سيارة سكرت علي. سبحان الله صدفة والله. فغيرت الخطة بروح عنده الحين. السيارة ماشية بالنبت. الحمد لله خلصنا من المشكلة، وصلنا الحديقة. صراحة ما توقعت ان الماي يكون بارد، صراحة ما في سخان ماي، يعني لو متسبح فرودي كان احسن لي صراحة. اذا تسبحت فرودي ما راح يكون عندي خصوصية. Anyway I feel fresh. That's it everyone، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. كالعادة that's it everyone، وانا راكم في المقطع القادم. لا تنسى تشترك في الحساب وافتح خاصية الاشعار ليصلك كل ما هو جديد.